بس انت بمنتهى الصراحه مش شايف ان كابتن احمد شوبير ليه سبب في دخولك؟ في دخولي فين؟ النادي الاهلي؟ لا طبعا خالص. هو في الاول وفي الاخر يعني هو ابويا, وممكن يكون السبب ان انا يعني ممكن اكون وارث منه حاجات, فالناس بتتضايق ان هي بتشوف مثلا ممكن يكون كابتن شوبير جديد او حاجه, فدي حاجه بتضايق الناس, دي برده حاجه ما بترجعليش انا, فاهم قصدي؟ وفي نفس الوقت اي واحد في الدنيا الناس تختلف عليه, في اللي بيحبه في اللي بيكرهه طبعا. زي ما انت مثلا يعني حد قاعد معاك مش مقتنع بيك, في حد تاني مقتنع بيك لمجرد ان انت ابن الكابتن شوبير, ممكن هو لسه ما شافكش بس بيدعمك عشان انت ابن الكابتن شوبير, ودي طبعا الفئه الاغلب صح؟ طبعا. لا وفي ناس تانية اصل خدي بالك دلوقتي بصراحه برده بنشكر قناه النادي الاهلي بتيجي تذيع الماتشات عندنا تحت ازاي, وبتقدم تقرير عامله ازاي, فالناس بقت تتفرج, الناس بقت تشوف, الناس بقت تيجي تتفرج على التمرين تشوف الدنيا عامله ازاي, بقت تلعب الدنيا بقت كويسه, فبقول لك والامور في الاول وفي الاخر بتمشي برضه. ايه اللي اتعلمته من الكابتن احمد شوبير وبتستفيد منه ازاي مثلا في كل مرحله مختلفه عن اللي قبلها؟ تستفيد في المرحله دي ازاي وفي المرحله اللي بعدها ازاي وهكذا؟ طبعا يعني برضو ارجع اقول لك, انت لما بيبقى معاك في انت بيتي خلاص هو كيكا والدك, شيلنا بقى دي على جنب, انت قاعد جنبك كان احد افضل حراس في التاريخ في مصر. بالظبط, انا بسالك عن النقطه دي. ما انا بفهمك, نتكلم عن الناحيه الفنيه طبعا طبعا طبعا. عايز اقول لك اللي اولياء امورهم ما بيفهموش في الكوره, لما مثلا بيصد كوره حلو او مثلا بيجيب جول حلو فبيعمل ايه؟ بيجي يفرجوا لباباه والمامته والاخواته واصحابه كده, فانا بعمل العادي بتاع اي حد بيعمله, بس هو بقى طبعا الاستفاده منه ان هو بيبقى عنده دايما وجهه نظر فنيه, وبرضه لما الناس قاعدين بنتفرج على ماتش مع بعض او ايا كان, ايه رايك في دي دخلت ليه, صدها ازاي, بيبقى عندنا كلام كده بستفيد منه طبعا كتير. وطبعا يعني قبل الكلام ده كله الصبر, يعني هو دايما كان دايما يقول لي, لان هو ملقب بايوب الكره المصريه على الفتره طبعا اللي قعد فيها على الدكه كتير, ولغايه ما بقى يعني ما شاء الله لعب وراح كاس عالم, فبيقول لي الصبر, ان انت ما تعرفش دايما الكره فيها ايه, الكره دايما متغيره, بس هي مدوره, هو جاي يقول لي كده الكره مدوره فهي متقلبه, يوم ليك ويوم عليك, ما تعرفش الدنيا فيها ايه, فاهم قصدي ايه؟ فدايما بيعلمني الصبر, وان انت تصبر ايا كانت الظروف ايه, لازم تتحدى ولازم تبقى قدها, لان دايما ربنا برده يعني بيدي كل واحد على قد برده تعبه وعلى قد صبره في نفس الوقت, لان الصبر ده حاجه مهمه جدا جدا جدا, ولو الواحد مؤمن ان انت مجهودك ده ما بيروحش على الفاضي, يبقى انت ربنا هيوفقك جامد جدا واجرك بيحتاج